انطلاقة شوطنا السابع هنا والخاصة بالابكار المشتركات على بركة الله. ينطلق شوطنا السابع هنا والخاصة بالابكار المشتركات على بركة الله. نسير في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات المثيرة. ناخذ المركز الأول هملولة من تاتي على المركز الأول للسيد محمد بن راشد بن سلامة الهاجري من ياتي على المركز الأول، ولكن هنا التغييرات سريعة هنا في هذه اللحظات من قبل هملولة لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري. نفس الشيء شعار وذاته من ياتي على المركز الاول من اما المركز الثاني في هذه اللحظات من تاتي الشاهينيه شهوان بن مسفر الشهواني من ياتي على المركز الثاني على الصداره على المركز الاول على الانطلاق الاول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الله يا سلام يا سلام وصلت هنا سيوف من تاتي تها سيوف سيوف لحسن بن راشد النعيمي من ياتي على المركز على المركز الثالث الله، ولكن اعود الى الصداره اعود الى الشاهينيه للش إذا الشاهيني لشهوان بن مسفر الشهواني من ياتي على المقدمة على الصدارة الله الله، بينما هناك القادمة من الجانب الآخر الشاهينية للسيدة سعيدة بن عبد العزيز التميمي من ياتي على المركز الأول على الصدارة ما شاء الله تبارك الله. أيضا هملولة قادمة بكل قوة بكل تحديات هملولة محمد بن راشد بن سلامة الهاجري من ياتي على المركز الثاني الله الله يا سلام يا سلام غيرت في هذه اللحظات. هنا هملولة لمحمد راشد بسلامة الهاجري من ياتي على المركز الأول، ولكن القادمة بكل قوة الشاهينية لشهوان بن مسفر الشهواني. اللحظات الأخيرة روح الشهواني روح الشهواني إلى الفوز إلى الانتصار الله. الشاهينية تهانينا والناموس لمالك الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني على فوز الشاهينية المركز الاول الثاني لشهوان بن مسفر الشهواني. المركز الثاني وصل الثاني المراكز هملوله لمحمد بن راشد بن سلامه الهاجري. المركز الثالث وصلت هنا الشاهينيه لسعيده بن عبد العزيز التميمي. نعود بالتهنئه والناموس ايها الحبل الكريم لمالك الشاهينيه. تهانينا تهانينا لمالك الشاهينيه شهوان بن مسفر الشهواني. تهانينا. والتوقيت الزمني 2:13:94 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لملك الشهوان بن مسفر الشهواني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.